الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صدق الله العلي العظيم. المستفيد والمفيد، هل أنت ممن يستفيد من الناس ولا يفيدهم، أم أنك تستفيد وتفيد؟ بوضوح نرى الفوائد الكثيرة والكبيرة، الكثيرة عددا والكبيرة حجما، الفوائد الكثيرة الكبيرة التي نستفيدها من الشعائر الحسينية، هذا شيء واضح جدا جدا لكلنا. الشعائر الحسينية بأشكالها المختلفة وشتى جوانبها فيها تأثير إيجابي كثير وكبير علي أنا المستفيد منها. المؤمنون القائمون على الشعائر الحسينية يتعبون أنفسهم، يجهدون أنفسهم، يتعبون أنفسهم أيما تعب لكي يوفروا لي ولأمثالي الاستفادة من هذه الجنة، جنة الشعائر الحسينية. فأنا المستفيد، القائمون على الشعائر الحسينية هم يفيدون، أنا أستفيد. ما هي فوائد الشعائر الحسينية؟ حدث أسابيع، أشهر، سنوات لا تنتهي، لا تنتهي. أقولها لكم من موطن تجربة في زاوية من الشعائر الحسينية. تحدثنا عن الشعائر الحسينية في زاوية من زواياها سنتين يوميا، درس يومي ما انتهينا في زاوية واحدة من زواياها في مجلس بحث كان عندنا. ولكن إشارة سريعة إلى بعض الآثار الإيجابية
في الشعائر الحسينية لي أنا المستفيد. أولا التربية، هذا ما يراه الآباء بوضوح في أولادهم، في أحفادهم. هذه الأيام الأوضاع تختلف، الذين يشتركون في هذه الشعائر الحسينية بأشكالها المختلفة من الإطعام والمجالس والتطبير واللطم والشعر والتشابيه وغيرها. التأثير التربوي للشعائر الحسينية على أجيالنا، لا بل علينا أيضا، كل واحد منا كم يستفيد تربويا، تربية نفس في الشعائر الحسينية. كل واحد منا يرى في نفسه تأثرا واضحا، خصوصا في هذه العشرة، عشرة عاشوراء، التي تتكثف وتزداد الشعائر الحسينية. ثانيا التثقيف في الشعائر الحسينية، وأنا بالنسبة لي التثقف، الإنسان يتثقف دينيا من الشعائر الحسينية في المجالس، من الأشعار، الأشعار تحمل ثقافة، ثقافة دينية، بل هذه واضحة، بل حتى الشعائر الحسينية العملية هذه أيضا تثقف. كيف؟ اللاطم يثقف؟ نعم يثقف. التطبير يثقف؟ نعم يثقف. الإطعام يثقف؟ نعم يثقف. إحدى الأمور، هذا تفصيله في محله، إحدى الأمور المهمة في التثقيف تركيز الثقافة. الثقافة لا تكون بالعمل، الثقافة تكون بالتعلم، أما تركيز الثقافة يكون بالعمل. الأعمال تؤثر في ترسيخ هذه الثقافة التي أحملها، والترسيخ شيء مهم جدا في الثقافة، الشيء الذي أتثقف به أيا كان في أي جانب من الجوانب. هذا شيء معلومات، إلى أن تصبح هذه المعلومات بديهية، هذا ركن مهم في التثقيف، أن يصبح الشيء بديهيا. هذا الشيء بالعمل ممكن، ممكن نعم، أصل التثقيف لا يمكن بالعمل، تركيز التثقيف بالعمل ممكن. الشعائر الحسينية تثقف حتى الشعائر الحسينية العملية، تركز الثقافة التي أحملها، الثقافة الدينية التي أحملها. ثانيا، ثالثا نمر عليها، هذه فيها تفاصيل سابقا تحدثنا عن بعضها. ثالثا إحدى أهم عوامل الفساد، لا أقول من عوامل الفساد، أقول إحدى أهم عوامل الفساد، الفراغ. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الفراغ يهيئ أرضية كبيرة جدا للفساد، الإنسان لا يبقى فارغا حتما. عدم وجود ملء صحيح للفراغ الموجود للعمر الذي يمضي، هذا يسبب أحد أمرين على الأقل وهو قليل، يسبب إتلاف هذه الفرصة، يعني خسارة في التجارة، لأنك تعطي عمرا ولا تأخذ شيئا، هذا أقل شيء. في أكثر الأحيان لا، لا يسبب فقط إعطاء عمر وعدم ربح شيء، إنما يسبب الفساد. إذا لم تملأ الفراغ بشيء حسن
سيمتلئ الفراغ. بماذا؟ على أقل التقادير بتوافه، يعني خسارة في التجارة، أعطيت شيئا ثمينا ما أخذت شيئا، هذا ما أخذت شيئا على أحسن الفروض، وهو فرض قليل. الفرض الشائع الفساد، يملأ هذا الفراغ شيء فاسد ومفسد. هذا الفراغ الذي هو أرضية الفساد يمتلئ بالشعائر الحسينية، كم هذا له قيمة؟ الناس يدفعون آلاف، ويستحق هذا الشيء أن يدفع الإنسان آلاف من أمواله، يدفعون آلافا لملء الفراغ بشيء حسن. عادي ما يحتاج، عادي لا طبيعي. هذا الفراغ في هذه الأيام خصوصا وبصورة عامة في الشعائر الحسينية، المجالس الحسينية، اللاطم، الشعر، التشابيه، إطعام، أي شيء من الشعائر الحسينية، هذا الفراغ إذا ملئ بهذه الشعائر الحسينية ملأت فراغا بشيء جميل حسن، هذا يسوى، يسوى ما يسوى من الأموال. كثير منكم آباء تعرفون ما أقول، في أيام العطلة الآباء عندهم مشكلة كيف يملؤون الفراغ لأولادهم لأحفادهم بشيء مفيد. هاي المشكلة موجودة، كثير من الآباء يعاني. الشعائر الحسينية تملأ الفراغ بشيء مفيد، لا بشيء أعظم درجات الفائدة، مفيد دنيويا وأخروي. هذا ثالثا. رابعا، هناك شيء نحن تعودنا على نظام معين في حياتنا، قد لا ننتبه إلى هذا الشيء، وهو الطعام وتأثير الطعام على الإنسان، على حياته، على مستقبل أولاده. تأثير الطعام واضح على حياة الإنسان، على حياة الإنسان، على مستقبل أولاده. الطعام الذي يأكله لا أقول أكثر الناس، وينبغي أن أقول أكثر الناس، الطعام الذي يأكله كثير من الناس في أكثر أيام حياتهم طعام غير مبارك، ما فيه بركة، أقل شيء نقول أنه طعام عادي لا توجد بركة فيه. في هذه الأيام خصوصا، في عامة المجالس الحسينية، في عامة الإطعام الحسيني الذي يكون، الإنسان يأكل طعاما مباركا. الطعام المبارك يؤثر على نطفة الشخص، يؤثر هذا الطعام بسبب النطفة على الجيل التالي. كم تأثير الطعام المبارك على الجيل؟ الله العالم فقط. الطعام الذي يتبدل إلى نطفة، تتبدل هذه النطفة إلى جيل، تأثيره كبير. هذا طعام مبارك، هذا الطعام عليه اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. تأثير الطعام على الشخص نفسه قبل أن نقول تأثيره على الجيل الآتي. كم من الأمراض تدفع أو ترفع، تدفع أو ترفع، وقاية أو علاج، كم من الأمراض تدفع أو ترفع عنا ببركة الطعام الذي هو باسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لا نعلم، الله العالم، ولكن المقدار الواضح
المؤكد أن كثيرا 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 من الأمراض تدفع عنا أو ترفع ببركة هذا الطعام المبارك. هذه فائدة أم لا؟ فائدة ما أعظمها من فائدة. هذا رابعا. خامسا، الآثار الأخروية، أثر صغير أخروي أعظم من كل الآثار الدنيوية. الشعائر الحسينية كم لها آثار أخروية، عليك أنت المستفيد منها. لا يمكن أن يحصيها، لا أقول أن يحصيها فئة من الناس، لا، أن يحصيها البشر أصلا. كم هي آثار الشعائر الحسينية في القيامة، في القيامة بدءا من الموت إلى الجنة إن شاء الله، كم هي؟ أصلا قابلة للإحصاء؟ خذ إليك أي مفردة من المفردات التي نستفيدها نحن في هذه الشعائر الحسينية. مثلا مفردة البكاء، الدمعة على سيد الشهداء، هذا الذي نستفيده من الخطيب الحسيني، هو يتعب يعطينا هذا الشيء. نستفيده من الشعر الذي قاله الشاعر، من الإلقاء الذي يلقيه الرادود، من التشابيه، بل حتى في المواكب، مواكب العزاء أيضا، في اللطم الإنسان يبكي أحيانا، في التطبير يبكي، في الإطعام يبكي وهو يطعم أو يأخذ الطعام يبكي. هذه المظاهر هي تبكي، هي تذكر، تذكر بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، فتجري الدمعة. كم هي قيمة الدمعة؟ نتمكن أن نحصي هذه المفردة فقط. أنا أقرأ لكم ثلاث مقاطع من ثلاث روايات، طبعا تعلمون هذا البعد، بعد كبير جدا ووسيع، وللتأمل في الكلمات الواردة في الروايات الشريفة مجال طويل. الحديث الشريف الأول، حديث عن مسمع ابن عبد الملك المشهور بكردين عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، قال في حديث طويل يذكر البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الموجع قلبه لنا. هذه من الآثار، من آثار الذي يتوجع قلبه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مثاله الواضح لسيد الشهداء صلوات الله عليه: إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم، متى وإلى متى؟ من إلى، طبعا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. الإمام بصدد بيان هذا المقطع: ليفرح الموجع، إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته. هذه البداية، طبعا هذه البداية ليس معناها أنه قبل هذا ماكو فرح، لا، ولكن الإمام بصدد بيان هذا المقطع: يوم يرانا عند موته. هذه الفرحة تدوم إلى متى؟ من عند الموت، من بداية الآخرة، بداية الآخرة الموت. يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. من عند الموت إلى أن يرد علينا الحوض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكوثر، يعني الحوض، حوض الكوثر، ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه، إلى أن يقول صلوات الله عليه: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: يوجد ريحه، الرائحة الطيبة للحوض الكوثر، من مسيرة ألف عام. احسب ألف عام كم يصير، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الشارب منه. تعلمون حوض الكوثر ليس فقط فيه ماء، في كل شيء، كل شيء في الرواية الشريفة، حتى هذه الرواية في مقطع من هذه الرواية الإمام يذكر فيه أطعمة بأشكالها، فيه
مشروبات بأشكالها، فيه أجواء، أجواء مريحة جدا، أشجار، شيء عظيم جدا. يقول الشارب منه: يا ليتني تركتها هنا، لا أبغي بهذا بدلا. لعظمة ما يرى من عند الموت إلى أن يرد على الحوض. رواية شريفة ثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال هذه الكلمة لابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حديث مشهور سمعتموه. قال صلى الله عليه وآله: وكم فرحت فاطمة بهذا الحديث الشريف عن الباكين على ولدها. قال صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين، فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. الله صلى الله عليه وسلم. كم هي الشدائد في يوم القيامة؟ 1000، 10,000، 100,000، الظاهر أكثر، أكثر بكثير شدائد يوم القيامة، أهوال يوم القيامة كما في الرواية الشريفة. كل مفردة من هذه الأهوال لها قابلية أن تقتل الشخص من شدتها، لولا أنه في يوم القيامة لا يوجد موت. كل شديدة من شدائد يوم القيامة فيها هذه القدرة أن تقتل الإنسان. الإنسان في الشدائد ماذا يحصل له؟ يحصل له ذهول، يحصل له رعب، حسب هذه الرواية وروايات شريفة أخرى بكاء، بكاء من الخوف. هذا قليل يحصل، الخوف يلزم أن يكون شديدا جدا حتى يبكي. الإنسان في البداية يذهل، في البداية يصدم، يرعب، أما أن يصل إلى البكاء هذا درجة من درجات شدة المشكلة. هذه الآلاف من الشدائد، الذي بكى على سيد الشهداء في أي منها لا يبكي، العبارة هكذا: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين، إلا عين، يعني هذه العين أصلا لا تبكي يوم القيامة في أي شديدة من الشدائد، إلا عين بكت على مصاب الحسين، فإنها ضاحكة مستبشرة أو مستبشرة، إذا قرأتها بالفتح اسم مفعول يعني تأتيها البشارة، يبشرونها، إذا قرأتها بالكسر مستبشرة يعني فرحة مسرورة. الرواية الشريفة الثالثة في تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال، كلام النبي صلى الله عليه وآله، لا أريد أن أقف عند عظمة هذه الكلمات، النبي صلى الله عليه وآله الذي يصلي عليه الله عز وجل، يصلي عليه الملائكة، يصلي عليه المصلون، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. النبي صلى الله عليه وآله يصلي عليك أنت، ألا، كلام النبي صلى الله عليه وآله، ألا وصلى الله، كلام النبي، ألا وصلى الله على الباكين على الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، رحمة وشفقة، واللاعنين لأعدائهم، والممتلئين عليهم غيظا وحنقا، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: إن الله ليأمر، إحنا كلامنا عن البكاء فقط مفردة واحدة، إن الله ليأمر ملائكته المقربين أن يتلقوا دموعهم، دموع الباكين على الحسين، أن يتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين صلوات الله عليه، يتلقون الدموع إلى الخزان في الجنان، ينقلون هذه الدموع إلى الخزان، خزان الجنة، فيمزجوها الخزان، فيمزجوها بماء الحيوان. ماء الحيوان كم هو لذيذ، الله العالم، نذكر بعض الشيء في الروايات الشريفة، لا نفهم عمق الروايات، فيمزجون هذه الدموع، الدموع المالحة
ولكن هذا دمع على مصاب سيد الشهداء، على قتل سيد الشهداء. فيمزجوها بماء الحيوان في الجنة فتزيد عذوبتها وطيبها 1000 ضعفها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أصل عذوبة ماء الحيوان نحن لا ندركه أصلا، يزداد ضعفا واحدا لا 1000 ضعف. وغيرها، هذه فوائد أنا أستفيدها من أتعاب المؤمنين المقيمين للشعائر الحسينية. هذا جانب، فوائد دنيوية، فوائد أخروية، هذه بعض الروايات الشريفة. وكل ذلك يقدم لي على طبق من ذهب مجانا. أحد يطلب منك نصف دينار، لا أقول دينار، نصف دينار في مقابل تقديم هذه الخدمات. تستفيد، أنا أستفيد تربية لنفسي لنسلي، أستفيد تثقيف، أستفيد طعاما مباركا، أستفيد انشغالا بشيء حسن، ملء فراغ بشيء حسن، أستفيد آثار أخروية مثل هذه الآثار من أتعابهم. يقول أحدهم لي أعطني نصف دينار، نصف دينار في مقابل هذا التعب. أصلا كثير منهم لا يعرفون من المستفيد أصلا، باب مفتوح باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يفتح هذا الباب. اسم الباب طعام، اسم الباب تشابيه، اسم الباب إبكاء، اسم الباب لطم، اسم الباب مجلس، اسم الباب أي شيء. من يستفيد؟ لا يعلم أصلا. أكثر هذه المواكب، هذه المجالس، المواكب الخدمية، المواكب العزائية، لا يعرفون أصلا أكثر الناس المشتركين من هم؟ لا يعرفون من هو. شيء مجاني مطلق. كل هذه الأموال التي تصرف، كم صرفت الأموال في هاي العشرة في الكويت فقط، بلد صغير من بلاد العالم؟ للأسف لا توجد إحصائيات دقيقة ولا إحصائيات تقريبية، ولكن التقديرات 10 ملايين قطعا صرفت. طلب منك شيء؟ لا. طلب مني شيء؟ أنا مستفيد مجانا. كل هذه الخدمات التي تسوى أموالا كبيرة تقدم مجانا. الخدمات التي تكون وراءها أتعاب، جهود، الشخص يتصبب عرقا، الشخص يجهد جسمه، الشخص يسلب من نفسه الراحة. كم من الناس في هذه العشرة قليل ينامون، نصف نوم، أقل من نصف نوم، لكي يقدم لي وهو أصلا لا يعرفني أصلا، يقدم لي هذه الخدمات مجانا. مجانا، بالله عليكم أحد يفعل هكذا شيء في الدنيا؟ أنا المستفيد، هذه الفوائد الكبيرة وكلها مجانا تقدم لي باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هو لحب سيد الشهداء يصنع هكذا. أرجع أسأل السؤال الذي بدأته في بداية كلامي، هل أبقى أنا مستفيدا فقط ولا أفيد، أم أشترك في الإفادة؟ أنا استفدت هذه الفوائد الضخمة الضخمة من أتعابهم، أنا أيضا أشترك. يا أخي أصنع في بيتي مجلسا 10 أيام 20 يوما، لا، يوم واحد، يوم واحد في بيتي، في ديواني، في مكان، أنا أيضا أشترك، أكون مفيدا، أنا استفدت، أنا المستفيد، أكون مفيدا أيضا. لا يبقى الإنسان مستفيدا فقط، يفيد أيضا. لا أقول مجلس حسيني فقط، أي شيء من الشعائر الحسينية، موكب، إطعام، أي شيء. يوم في بعض البلاد تقريبا هكذا يقولون أهل ذلك البلد، تقريبا لا يوجد بيت لشيعي إلا وعلى الأقل فيه في السنة يوم واحد مجلس على الأقل، أو أيام. ملايين طبعا هناك من الشيعة، 10 الملايين، لا يوجد بيت لشيعي إلا وفيه مجلس يوم من أيام السنة، مجلس باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يوم، 10 أيام، 5 أيام على الأقل يوم. المجلس أقول كمثال مجلس، أي شيء من الشعائر الحسينية،
الإنسان يشترك. يلزم أن نشكرهم هؤلاء القائمين على الشعار الحسينية، حقا حقا أقول يستحقون أن يقبل الإنسان أيديهم بهذه الخدمة الكبيرة الضخمة التي يقدمونها لي ولأمثالي. أنا أيضا أشترك في الشعار الحسينية المقدسة بمجلس. لعلك تقول البعض لا يتمكن لأي شيء، أقبل، بالفعل هناك نسبة ضئيلة من الناس بالفعل لا يتمكن، لا يتمكن، لا يتمكن، معذور. أما أكثر من 90% من الناس يتمكنون، يتمكنون أن يشتركوا، يشتركوا. هناك موضوع لا أريد أن أدخل فيه، فيه تفاصيل وموضوع جدا جدا، 10 مرات قل جدا تسوى، موضوع جدا جدا مهم، وموضوع يعتبر كثير الأبعاد. إخواني، أنت مصاب بالاكتئاب؟ تريد علاجا للاكتئاب؟ عندي علاج، أنا لست طبيبا ولكن عندي علاج للاكتئاب، وهذا العلاج للاكتئاب نسبة نجاحه. العلاجات لا توجد علاجات 100%، ما عندنا في الدنيا، ما عندنا عادة. نسبة فائدة هذا العلاج، نسب العلاج المعين ينفعك في 10% من الحالات، علاج ثاني 20%. هذا العلاج الذي أقوله لك، هذا العلاج نسبة نجاحه أعلى من كثير من العلاجات للاكتئاب. عندك مشكلة وسوسة؟ هذا العلاج نفسه، نفس العلاج، نسبة نجاحه لعلاج مشكلة الوسوسة، ما يسمى بالوسواس القهري، علاج نسبة نجاح هذا العلاج للوسوسة أعلى من العلاج، من كثير من العلاجات الأخرى. عندك مشكلة في صفة نفسانية تبغضها أنت، تكرهها أنت، جبان تريد أن تكون شجاعا، بخيل تريد أن تكون جوادا معطاء، مشكلة، مشكلة في صفة من الصفات، هذا العلاج من أفضل العلاجات. عندك مشكلة في ضعف علمي في جانب معين، عندك ضعف تريد أن تعالج هذه المشكلة، هذا العلاج ينفع. بل حتى بعض الأمور المادية، عندك مشكلة في الفقر، تعاني من الفقر، هذا العلاج علاج للفقر. ما هو هذا العلاج؟ هذا العلاج الذي أقوله لكم مبتني على آيات قرآنية، مبتني على أحاديث شريفة، بل وتؤيد الآيات القرآنية. الأصل هي الآيات والأحاديث، إذا عندنا آية عندنا أحاديث لا نحتاج إلى شيء ثاني، ولكن كمؤيد تؤيد هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة دراسات، دراسات حديثة الآن، الآن دراسات حديثة عديدة، أنا رغم اطلاعي القليل في هذا الجانب قرأت العديد منها، دراسات من جامعات مشهورة جدا. ما هو العلاج؟ العلاج كلمة واحدة، أنت الذي تعاني من مشكلة في هذه الأمور وأمثالها من الأمور النفسية، العلاج كلمة واحدة، حاول أن تعالج شخصا آخر مبتلى بمثل حالتك. تريد أن تعالج الاكتئاب الذي تعاني منه، اسعى سعيا حثيثا أكيدا، حاول محاولة شديدة أن تعالج شخصا آخر مبتلى بالاكتئاب، هذا من أفضل العلاجات للاكتئاب. عندك، عندك مشكلة وسوسة، عش مع شخص وسواسي وحاول أن تحل مشكلة الوسوسة عنده، هذا يعالج مشكلة الوسوسة عندك بنسبة أعلى من بقية العلاجات، قلت حتى دراسات موجودة هذه. عندك مشكلة في صفة نفسانية، جبان، الشخص جبان يريد أن يصير شجاعا، حاول أن تحل هذه المشكلة لشخص جبان آخر، حاول اسعى سعيا حثيثا أكيدا، هذه المشكلة تحل عندك في كثير من الحالات، المشكلة تحل عندك. بل قلت لكم الضعف العلمي، أنت تعاني من ضعف علمي، حاول أن تدرس هذه المادة لشخص آخر،
تدريسك يقويك في هذا الجانب من العلم. في الفقر أنت تعاني من الفقر، اسعى اسعى سعيا حثيثا لإغناء شخص فقير. أنا أريد هذا الشخص يصبح غنيا، اسعى انظر الأثر. توجد آيات قرآنية؟ نعم، الله عز وجل يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ظاهر الآية المباركة بيان شيء تكويني. أنا أقول بلساني، أقول كأن الله عز وجل كأنه يريد أن يقول لك أنت إنسان كريم، أنت تريد أن ترفع مشكلة من شخص، أنا أكرم منك، أنا أرفعها منك. كأنه الآية تقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. النبي صلى الله عليه وآله يقول في جانب الفقر، يقول صلى الله عليه وآله حديث مشهور: استنزلوا الرزق بالصدقة. يا أخي أنا أريد الرزق، تصدق، حاول أن ترزق غيرك، هذا يجب الرزق لك. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث روعة روعة يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أملقتم فتاة، أملقتم الملق يعني تقريبا معناه الفراغ، عادة أملق يستخدم في الفقر، الفقر المادي عادة، إذا أملقتم فتاجر الله عز وجل بالصدقة. في العلم النبي صلى الله عليه وآله يقول الحديث المشهور: زكاة العلم، زكاة يعني ماذا؟ زكاة يعني التنمية، زكاة العلم نشره. تريد أن تصبح عالما، اسعى في أن تجعل أناسا علماء، هذا سعيك يجعلك عالما. كلامنا ليس عن هذه القضية، هذه القضية قضية مهمة جدا في جوانب مختلفة. هذه الكلمة أريد أن أقولها هنا. ماذا قلت؟ قلت لا نبقى مستفيدين من الشعائر الحسينية. أنا مستفيد؟ لا أكون مفيدا أيضا، ولكن اللطيف أنه إذا أصبحت مفيدا المستفيد الأكبر أنت. أنت فتحت باب مجلس حسيني لكي يستفيد الآخرين. أنا أستفيد من المجالس لأفيد الآخرين أيضا. تريد أن توصل فائدة كبيرة للناس، أنت كريم جواد معطاء، تريد أن تنفع الناس، الله عز وجل جواد أجود الأجودين أكرم الأكرمين. كأنه يقول لك أنت تريد أن تنفع الناس، أنا أنفعك أكثر. وبالفعل هكذا أكون مستفيدا أنا دائما، لأكن مفيدا. إذا كنت مفيدا في الإفادة أكبر المستفيدين أنت. عشرة عاشوراء انتهت، عاشوراء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه السنة انتهت، ولكن أيام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما انتهت ولن تنتهي. كل أيام الدنيا أيام مرتبطة بسيد الشهداء، تتمكن أن تربط الأيام بسيد الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه الشعائر الحسينية، أن يزيد توفيقنا للاستفادة والإفادة في هذه الشعائر الحسينية. اللهم ارزقنا حب الحسين، اللهم زد في قلوبنا حب الحسين، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وارزقنا في الدنيا طلب ثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد.
العميق.